حياتك اختيارات بدأت بإدراك ثم قرار، قرر تكون، قرر تبدأ اللحظة دي. كلمتك الفيديو اللي فات عن التسخين قبل التمرين وأهميته، واللي بيكون عبارة عن دايناميك ستريتشنج، يعني في حركة. والنهاردة هكلمك على نوع تاني من الستريتشنج بتعمله بعد التمرين، وبيكون عبارة عن ستاتيك ستريتشنج، يعني في ثبات اكتر، بيساعد على تقليل معدل نبضات القلب تدريجيا، وبيسهل من عملية استشفاء العضلات، وكمان بيحد من اصابات والم ما بعد التمرين، واكيد بيزود مرونة الجسم مع الوقت. واللي هتشوفه دلوقتي تمارين استريتشنج عامة لكل الجسم. ومش مهم خالص لو جسمك مش مرن بشكل كافي دلوقتي، وما تنساش الالتزام والاستمرارية والصبر، عشان مع الوقت مرونتك هتزيد وهتوصل لهدفك بإذن الله. ادعمني بلايك وشير وسبسكرايب، وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الحلقة الجديدة كل أسبوع. أنا حمدي جودة، الله حافظ.